محمد عبد الغفار كستيرو. كستيرو دي جت منين؟ ازيك عاشور، اخبارك ايه؟ شرف لي ان انا معاك النهارده. اكيد كستيرو جت عشان خاطر كنت بغني في شرم الشيخ، اتشهرت بالاسم ده. كنت بغني، عشت فتره في شرم الشيخ اغني في شرم الشيخ، فاتشهرت باسم كستيرو. تمام محمد، انا عايزين نتكلم عن عقدك مع مزيكا. النهارده ما بنشوفش شركات تمضي مع فنانين اصلا، فالحكايه جت ازاي وايه اللي خلاهم تحديدا يتحمسوا انهم يشتغلوا معاك؟ انا بدايه الموضوع خالص كنت عامل اغنيه اسمها يلا بناقص مع رندا البحيري، وكنا واخدين اعلى مشاهده على مزيكا، وتعرفت على ناس هناك وساعدوني كتير، وبقيت يعني اتنقلت من شركه لشركه لشركه. بس مزيكا كانت احلى ايام حياتي في مزيكا طبعا، يعني مع استاذ هشام الجزار واستاذ محسن جابر ومحمد جابر كلهم. حلو، انت بتجهز لي استاذ احمد سحاب، ناس محترمه جدا كلهم. بص انا حاسس، عايز اقلش معاك قلشه كده، حاسك باللوك اللي انت جايبه بالاسمر ده وعامل مزيكا، حاسس ان في فامباير معايا. شرف لي انا كنت معاك اصلا والله. انا فامباير النهارده ليه؟ لا عشان شفتك، بس فرحان انا شفتك. انت هتبص ده من النهارده ليه يا حبيبي؟ انت انا متجهز ليك دي بقى الفتره اللي جايه. والله شغال، عملت اغنيه لسه، اغنيه تانية مع رندا البحيري، واغنيه بعديها مع اسماء جلال، واغنية ثالثة ان شاء الله برضو مع رندا ان شاء الله باذن قريب باذن الله. يعني سر تعاونك الدائم مع رندا والله، وش الخير عليا، يعني ربنا بيكرمني لما معايا حاجه بتفائل بيها وبسافر، وربنا بيكرمني في شغلي وكده. والله وش حلو معايا الحمد لله. واسماء جلال برضو الحمد لله، عملت مع اسماء جلال اغنيه حلوه قوي اسمها لمس كتاف، وصورناها بره وكانت حلوه جدا جدا. طيب بما ان بقى رندا والشاي حلو عليك، تاخد نسبه بعد كده من الشغل اللي بيجي؟ هكلم رندا حبيبتي على فكره والله. لا جدع جدا معايا، جدع جدا والله في الحاجات دي، يعني محترمه جدا، كويسه جدا والله. عايز اعرف منك كمان رايك في الويجز، موضوع التراب، موضوع الاغاني اللي احنا بنشوفها النهارده، رايك فيها؟ والله الاغاني دي مكسره الدنيا، مش هقدر اقول حاجه، لان هم مكسرين الدنيا، ولما بغني في افراح وحفلات بلاقيهم هم رقم واحد، يعني فهم مكسرين الدنيا طبعا، ويجز وبابلو وحتى المهرجانات انا مش هقدر اتكلم عليها، بس انا كان بيفرق معايا بس الكلام ده، كانوا الكلام بتاعهم كويس جدا فمش هقدر اتكلم، يعني هو بس المشكله في الكلام. مزيكتهم كويسه جدا، لو الكلام كويس المزيكا تحفه، مفيش حاجه اسمها مزيكا وحشه. تقدر تنافس وتخش قوة امتى في وسط الحرب اللي شغالة؟ والله المفروض الموضوع عايز استمرارية وعايز تسويق كويس، وربنا هيكرم بإذن الله يا رب إن شاء الله. وأنا فرحان إن أنا كنت معاك النهاردة والله، فرحان إني شفتك النهاردة. ربنا يخليك.